اجوا علينا يهود وطخوا امي وابوي، طلعوهم على الممر وطخوهم قدامي. امي كانت حامل، طخوا امي ببطنها، صارت الدبابة تطخطخ علينا. مرحبا، انا بيسان وهي فيصل، واحنا رايحين على مستشفى ابو يوسف النجار علشان نفحص لفيصل على جروحه. هدول الاطفال ايش ذنبهم؟ ايش ذنبهم يفقدوا حنان الام والاب؟ طبعا قد ما احنا نكون معهم مش هنقدر نعوضهم على حنان امهم وابوهم. اكثر من 20,000 طفل تاني تركوا ايتام في قطاع غزه خلال هاي الإبادة. حاصروا 24 ساعة، ما كانش عندهم لا أكل ولا شرب، مش قادرين يتحركوا من باب البيت. رموا قنبلتين في غرفة الضيوف، ما كانش فيها حدا. بعدين فاتوا رموا قنبلتين بينهم، كانوا نايمين. عطول الجنود ما استنوش، طخوهم هم نايمين الموجودين. طخوا أمي ببطنها، كانت حامل. قدامك أنت شفت؟ قدام.